كل المدن في مصر محتاجة منظومة متكاملة للنقل العام. لو سيبنا الموضوع بدون تخطيط من الدولة فعلى طول بيبقى عندنا عشوائيات في النقل، ودي طبعا بتؤثر بشكل جامد جدا على ازدحام الطرق وعلى الانبعاثات على الحوادث وهكذا. النهاردة مع الأعداد الكبيرة اللي موجودة في المدن محتاجين منظومة متكاملة للنقل العام. لو هتكلم عن القاهرة طبعا في استثمارات جامدة تمت في المترو، ولكن بالنسبة لأتوبيسات النقل العام ما زلنا محتاجين منظومة تنظم الأتوبيسات اللي موجودة في القاهرة أو في المدن الأخرى. احنا كنا دايما بنقول إن احنا محتاجين جهة محايدة هي اللي تبقى مسؤولة عن هذه المنظومة. يعني احنا يمكن اللي في الفترة اللي فاتت كان النقل العام اللي مدينه هذه المسؤولية، فالنقل العام كان القاضي والخصم في نفس الوقت، لأنه كان هو اللي بينظم هذه المنظومة وفي نفس الوقت هو منافس للشركات اللي شغالة معاه. فاحنا بنطلب إن الدولة تعمل هيئة هي اللي تنظم النقل العام داخل المدن. فده أول حاجة. تاني حاجة، مستوى النقل العام في أي مدينة بيمثل المستوى الحضاري للمدينة، وبالتالي لو احنا جبنا أتوبيسات على مستوى معين من التشطيب، من الراحة للراكب، من الانبعاثات اللي هي ما يبقاش فيها انبعاثات مضرة للصحة، كل الكلام ده بيبين مدى تقدم المدينة اللي شغال فيها الأتوبيسات، وبتبقى صورة كويسة للمدينة. فبالتالي احنا محتاجين منظومة متكاملة للنقل، واللي انا بقترحه انه القطاع الخاص يخش في هذه المنظومة ويشتغل بأحدث ما وصلنا إليه من أتوبيسات، بحيث إنه يبقى فيها راحة للراكب ويبقى فيه أتوبيسات لجميع المستويات أو لكل المستويات اللي عايزة تلاقي وسيلة انتقال، ولازم يبقى فيه دعم للتذكرة للنقل العام، لانه جميع المدن اللي احنا MCV بتصدر لدول كتيره وسائل النقل العام، وفوق ال 80 90% من هذه الدول بتدعم تذكره النقل العام. فمطلوب انه يبقى في دعم لتذكره النقل العام بحيث انه يبقى احسن اتوبيسات موجوده وسعر التذكره في متناول جميع قطاعات الشعب. فده اللي مطلوب في خلال الفتره اللي جايه، والدوله محتاجه أو مصر محتاجة آلاف الأتوبيسات في كل المدن. فالمنظومة دي طبعا عايزة نبدأ فيها امبارح، لأنه طبعا زي ما حضرتك قلت تعويم الجنيه والدعم على المحروقات، اللي هو احنا على السنة الجاية هيبقى مفيش دعم خالص على المحروقات، وبالتالي احنا محتاجين يبقى في وسائل نقل تنقل الناس. لو مش قادر انك انت تشتري عربية جديدة، أو مش قادر على مصاريف العربية كترخيص أو كوقود أو كصيانة أو كقطع غيار، طيب فين البديل؟ بالك، فالبديل هنا لازم يبقى موجود لجميع فئات الشعب. فبالتالي ده اللي لازم يبقى فيه تركيز خلال الفترة اللي جاية من الدولة.